السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد هذه المرة موجه لتلاميذ المستوى السادس أو للأسر ديالهم وعلاش لا حتى الأساتذة الجدد. هذا الفيديو تلقاو فيه الأطر المرجعية للامتحان الإقليمي لمستوى السادس، وتم تجميعها في صفحة واحدة مع سلم التنقيط. الغرض من هذه الوثيقة هو تسهيل على التلاميذ والأسر ديالهم المراجعة والاستعداد الجيد، كذلك تسهيل الأساتذة الجدد اللي غادي يعطيو نماذج أو اقتراحات. هذا هو الدور ديال الأطر المرجعية. للأمانة يعني العمل ليس من إنجازي، خديته من موقع الأستاذ برو ديال الأستاذ عمر السرحاني. عمل جد جيد ويستحق التنويه، شكرا له. كما كتشوفوا مجموع في ورقة واحدة على شكل PDF، غادي نحاولوا نديروا فيه قراءة اللي هي سريعة، نحاول نكبر باش يبان لكم. مهم، هذا المجال الاول احدى الفلاش غادي يكون المجال الرئيسي الاول للقراءه، عليه 20 نقطه، يعني تحديد نوعيه النص يتراوح عدد كلماته ما بين 180 و200 كلمه، يعني يقدر يكون سردي، يقدر يكون اخباري، وصفي، توجيهي، تفسيري، حجاجي. يعني فاش كنكون كنستعد اولا كنبريباري مع الابن ديالي اولا كنوجد التلاميذ ديالي، خصهم يكونوا كيعرفوا يميزوا، يعرفوا هذا راه نص سردي، هذا اخباري، هذا وصفي. ثانيا تحديد معنى كلمتين او ثلاثه من النص باستخدام احدى استراتيجيات الفهم، خريطه الكلمه او شبكه المفردات او عائله الكلمه، يعني خصو يكون كيعرف هذه الامور. نطلب منك خريطة الكلمة شنو غدير ليها، شبكة المفردات كيفاش كدير لها، عائلة الكلمة خصك تكون كتعرفها. يعني بحال هاد النماذج هما اللي غنخدمو مع الأبناء ديالنا باش نوجدوهم مزيان للامتحان. استخراج معلومات صريحة أو ضمنية من النص، تحديد عبارة أو جملة من النص تبين إحدى الأفكار الواردة فيه، تحديد الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية للنص، تلخيص النص أو جزء منه، استنتاج القيمة أو العبرة التي يروجها النص، إيداء الرأي حول النص أو حول إحدى الأفكار الواردة فيه. إذا خصني ماشي غنبقى نخدم معاه بيتمون، يعني أي تمرين أو لأي نموذج امتحان أو لو خدمتو معاه خصو يكونوا فيه هذا النوع من الأسئلة، 20 نقطة. بالنسبة للمجال الرئيسي الثاني الظواهر اللغوية، عليها 15 نقطة. المجال الفرعي الأول هو صرف وتحويل، عليه 6 نقط. توظيف الفعل الصحيح، يعني السالم والمهموز والمضاعف والفعل المعتل، المثال والأجوف والناقص في جملة معطاة. توظيف اسم الفاعل واسم المفعول في جمل معطاة. عندنا توظيف اسم الزمان واسم المكان، صياغة اسم آل انطلاقا من أفعال، صياغة اسم التفضيل على وزن أفعال انطلاقا من أفعال المعطاة. توظيف عدد العدد والمعدود في جمل. توظيف جمع التكسير. كتبريباري مع الابن ديالك، هادو هما الدروس اللي غتركز عليهم، يعني الفعل الصحيح والفعل المعتل، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمن واسم المكان، اسم الآلة، اسم التفضيل، والعدد والمعدود، وجمع التكسير بالنسبة للصرف والتحويل. بالنسبة للتراكيب 6 نقط كذلك. توظيف أدوات نصب الفعل المضارع والصحيح وجملة المؤولة. توظيف أدوات الجزم الفعل المضارع والصحيح والجمل الشرطية. توظيف الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة. توظيف التوكيد في التوكيد. توظيف التمييز وتوظيف الحال والجملة الحالية. تحديد الموقع الإعرابي لأربع كلمات من النص. كتوجد مع الابن ديالك كل الابنة، ركز على هذا في مستوى التراكيب، يعني كنهضروا على أدوات النصب، أدوات الجسم، أفعال الخمسة والأسماء الخمسة، توكيد، تمييز، الحال والجملة الحالية. بالنسبة للمجال الفرعي الثالث اللي هو الإملاء، كتابة همزة الوصل وهمزة القطع في كلمات معزولة أو ضمن جمل المعطاة، كتابة همزة بن ابن في عبارة المعطاة، كتابة الألف اللينة الممدودة والمقصورة، كتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. إذا بالنسبة للإملاء أتراجع الهمزة الواصلة، همزة ابن، همزة الهمزة الممدودة والمقصورة، والهمزة المتوسطة، والهمزة المتطرفة. نمشيو للمجال الرئيسي الثاني اللي هو الكتابة. هذه الكتابة بالنسبة للشكل، ضبط ثلاثة أو أربع كلمات متفرقة من النص بالشكل التام، وهذا هو الجديد. مبقيناش كنعطيو جملة
كاملة، إذن هي كلمات متفرقة من النص. ضبط جملة من النص مكونة من 3 إلى 5 كلمات بشكل تام. وحدة إما غادي يعطيهم كلمات متفرقين ولا جملة. بالنسبة للتعبير الكتابي، إنتاج نص كتابي من 8 إلى 10 أسطر يرتبط بموضوع النص أو بمجال موضوعه بتوظيف إحدى مهارات الكتابة الوظيفية أو الإبداعية الآتية: كتابة رسالة، يعني التلميذ خصو إذا كان يعني موجد راسه مزيان خصو يكون كيعرف كيدير كتب رسالة إدارية أو شخصية، كتابة طلب أو حوار أو مقال، كتابة قصة واقعية أو متخيلة، كتابة نص وصفي. اذا خص يكون عارف يعني باش كنهضروا على الرساله داك لونتيت ديالها باش كتبدا الترويصه ديالها الامور كل حاجه كيفاش كتكون. يعني كتابه رساله على الاقل خصك تخدم مع الابن ديالك اولا التلميذ ديالك رساله وحده على الاقل. ويعني راه حنا كنقولوا يعني خصو يكون كيعرف يعني ينتج بزاف. كذلك كتابه الطلب او كتابه حوار. ايكول الغزالي، نشوفوا المجال الرئيسي بالنسبة هنا الرياضيات. المجال الرئيسي الأول الأعداد والحساب، كنهضروا على إجراء حساب على أعداد صحيحة طبيعية وإجراء هو أعداد كسرية والأعداد العشرية والأعداد الستينية. يعني حساب مجموع وفرق عدد صحيح طبيعي. فاش كنقولوا المجموع والفرق خصو يكون كيعرفوا في الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية، وخصهم يكون كيعرف الوضع العمودي والوضعية يعني أي كانت. حساب مجموع وفرق جداء الاعداد الكسريه، يعني خصو يكون كيعرف الجمع والطرح في الاعداد الصحيحه الطبيعيه الاعداد العشريه الاعداد الكسريه وحتى الاعداد الستينيه. كذلك الجداء في الاعداد الصحيحه الطبيعيه والعشريه هو كذلك الكسريه. حساب خارج مضبوط للقسمه، القسمه كذلك قسمه عدد صحيح طبيعي على عدد عشري او العكس. عندنا كتابة عاملي ضرب عدد صحيح طبيعي عددين صحيحين طبيعيين مكونين من رقم أو رقمين على شكل ضرب. يعني كنهضروا على القوى ديال جوج وثلاثة، ويعني في المقرر الجديد راه ولا التلميذ كيقرا القوى من المستوى الخامس كيشوف مستوى داك القوى جوج وثلاثة. حساب مجموع وفرق عددين ستينيين مكونين من الساعات والدقائق. يعني الخلاصة خصك تخدم مع الابن ديالك أو أنت كتلميذ خصك تعرف الجمع والطرح والضرب في الاعداد الصحيحه الطبيعيه الاعداد العشريه الاعداد الكسريه وداك. وبالنسبه للجمع والطرح كذلك حتى في الاعداد الستينيه القسمه وكذلك القوى. بالنسبه للتناسبيه خصك تكون كتعرف تحل مساله تتعلق بالتناسبيه، يعني النسبه المئويه كنهضروا على المستوى السادس خصو يكون عارف النسبه المئويه وقاعدتها، سعر الفائده السنويه، السرعه المتوسطه، سلم تصميم الخرائط، الكتله الحجميه، مع الاكتفاء باحد المواضيع الوارده في القوسين غير واحد على الاقل، ولكن انت ما كتعرفش شكون كيحط خصك تكون شنو غادي تحط خصك تكون ضابط الامور كامله. بالنسبه للمجال الثاني اللي هو الهندسه، بالنسبة للزوايا إنشاء زاوية بمعرفة قياسها وإنشاء منتصفها باستعمال إذا خصك تطلب منك زاوية بواحد القياس معين تعرف كي دير ترسمه بطبيعة الحال بتوظيف الأدوات الهندسية تكون كتعرف التقنية باش ترسم المنصف ديالها. إنشاء الأشكال الهندسية الاعتيادية، خص التلميذ يكون كيعرف إنشاء الشكل الهندسي الاعتيادي، يعني مضلع رباعي مثلث دائرة، بطبيعة الحال ضروري مستعمل الأدوات الهندسية ما كتناقشوش. معرفة قياسات الأضلاع والأقطار والزوايا والشعاع. بالنسبة تمثل المحوري خصو يكون كيعرف ينشأ مماثل شكل هندسي، يعني مثلث ولا مضلع رباعي، يعني سلو بالنسبة لواحد المحور تماثل معلوم. إنشاء التكبير والتصغير مع احترام المقاييس، يعني المعامل إنشاء التكبير والتصغير لشكل هندسي معطى. بالنسبه للشكل داك مساحه المضلعات الاعتياديه ومساحه القرص، حل مساله تتطلب حساب مساحه شكل اعتيادي مثلث مربع اصلا اركان سالي حبيبي وغير بلاتي تسنى نكمل هادشي. مثلث مربع مستطيل معين متساوي الاضلاع شبه منحرف قرص مع الاكتفاء بالذات. هنا المجال الرئيسي الثالث القياس، إجراء تحويلات على وحدات قياس الطول ووحدات قياس الكتلة ووحدات قياس السعة والحجم ووحدات قياس المساحة بما فيها وحدات الزراعية. تحويل قياس طول معبر عنه بأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية بوحدات مختلفة، يعني التحويلات تحويل قياس طول، يعني التلميذ خصو يكون متمكن من وحدات قياس الطول والجدول ديالها
كذلك يوضع في الجدول ويحول، يرسم الجدول يوضع فيه يحول فيه يوظفه بطريقه صحيحه في الوضعيات التي يعني في المسائل اللي كتطرى عليه. قياس الطول وقياس الكتله وقياس المساحه، فاش كنهضروا على المساحه راه كندخلوا فيه حتى الوحدات الزراعيه، وكذلك قياس السعه والحجم. اعيد، قياس الطول، قياس الكتله، قياس المساحه، وقياس السعه والحجم. والناس اللي كتبعني في القناه راه ديجا وضعت واحد الجدول واعتبرته كوسيلة تعليمية، جدول واحد من يعني فيه ثلاثة ديال التحويلات. إلا رجعتوا للقناة غتلقاوه. حجوم المجسمات الاعتيادية، خصو يكون كيعرف يحل المسائل، تطلب مثلا حساب حجم المكعب المتوازي المستطيلات، الأسطوانة قائمة وشور. بالنسبة تنظيم ومعالجة البيانات، هذا هو الجزء البسيط في الرياضيات. حل مسألة تتطلب قراءة وتأويل بيانات واردة في الجدول أو في مخطط عصوي، يعرف يقرأ قراءة صحيحة الجدول أو لا المخطط العصوي ويستخرج بدون المعطيات المطلوبة. أخيرا الفرنسية، عندنا الكومبريونسيون دو ليكري، فهم المقروء، عليه 15 نقطة. ريكونيتر لورغانيزاسيون دان تيكست انفورماتيف، خصو يعرف بنفس الشيء العربية واش هاد لو تيكست دان تيكست انفورماتيف ولا ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا جونكتيف ولا اكسبليكاتيف ولا اوغمونتاتيف. وهاد النص كيكون ما بين 110 الكلمات حتى 130 كلمة. تيتر، خصو يكون كيعرف التلميذ كلي لو تيتر، هذا راه من المستوى الثالث هو كيسمعها. تيتر، سو تيتر، شحال فيه من باراغراف، شحال فيه من فقرة، داك اليمون تيبوغرافيك والريفيرونس، اي حاجه سولتيها عليها الكاتب ديما كتطرح هذا الامر، مثلا شكون هو، شنو هو العنوان، شنو هو الكاتب، من اين اخذ هذا النص، في اي سنه مثلا تم انتاجه او لا، يعني خصو يكون كيفهم هذا الامر. غوليف دون لو تيكست بروبوزي لي زيليمون انفورماتيف، يستخرج لي من النص المعلومات اللي مطلوبه منه، مثلا لي بيرسوناج، ريلاسيون اونتر لي بيرسوناج، طون ليو اكسيون، خصو يعرف فاش يقرا النص يخرج هاد المعلومات، شكون هما الشخصيات، العلاقه بين هاد الشخصيات، الزمان، المكان، الاحداث. اكسبريسيون انديكون لا ناراسيون لا ديسكريبسيون، غادي يستخرج لنا كذلك حتى العبارات اللي كتدل على ان هاد النص هو سردي او لا هاد النص راه يعني نص حكايه يعني قصه او النوع النص، شنو هو الدليل ديال ان هذا هو. اوتر اليمون انفورم، المهم ولا يستخرج لنا مثلا كنطرحوا اسئله ديال الفهم وخصو يعرف يخرج الاجوبه ديالهم بالنص. بالنسبه الثالث، ايدونتيفي لو تيب دو تيكست، يعرفنا شنو هو النوع النص. بروبوزي ان اوتر تيتر او تيكست، ولا انتربريتي ان باساج، كيطلبوا منه يعطينا مثلا عنوان ثاني للنص، ولا يعاود لنا واحد اعاده صياغه واحد الجزء او لا واحد المقطع. اكسبريمي سون افي، يعطينا الراي ديالو في واحد الحدث كاين تما ولا في النص ولا في نهايه داك النص. بالنسبه للدومين الثاني، اكتيفيتي ريلاتيف على لونغ، دابا فيما يخص اللغه، يعني غادي نهضروا على ليكسيك، لا غرامير، لا كونجيغيزون، اي لورتوغراف. اي لورتوغراف، داك نبداو بالليكسيك. ريكونيت لي سونونيم، خصو يعرف لي سونونيم لي زونتونيم. المهم كيكونوا في النص كيقترحوهم عليك، اولا خصك تراجع لي سونونيم لي سوفيكس اي لي بريفيكس. كذلك المهم هادو على الاقل هما اللي كاينين هنا. بالنسبه لا غرامير، داك ديستينغي دون دي فراز دوني الكومبليمون دو لي كومبليمون دو فراز، يعني خصو يكون كيميز لي ما بين الكومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون لا ما كاينش ديريكت، غادي خصو يكون الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو والكومبليمون سيركونستانسييل دو طون والكومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. هذاك مثلا جمل خصك تستخرج فين هما لي كومبليمون وشنو هو لو تيب ديالهم. Utiliser les pronoms personnels, compléments de verbes. Maintenant, les compléments d'objet direct, le, la, les, ou la, on, les compléments d'objet indirect, me, te, lui, nous, vous, leur. Si vous avez des mises, les compléments d'objet direct ou indirect, vous avez des choses qui sont les mêmes, vous avez des mises, vous avez des cas, qui fait que vous avez des choses, qui fait que vous avez des choses, qui fait que vous avez des choses, qui fait que vous transformer une phrase donnée en une phrase interrogative, interrogation totale ou partielle. Il m'a dit, je ne sais pas si je veux l'interrogation totale ou partielle,
وكيفاش يحول واحد الجمله ليها. Transformer des données indigènes, exprimer la comparaison à partir des éléments donnés en utilisant la comparaison, le mokarana, moins que, plus que, plus que, aussi que, le, la, les moins, le, les plus. بالبال خصو يعرفين كي يحطوه في المكان ديالهم ويوظف العبارة الصحيحة. اكسبريمي لا كوز ا بارتير دي فراز دوني اون يوتيليزون، يعرف العبارات اللي كتدل على السبب، باسكو كوم كار او بليزيو بويسك، وكل حاجة فين كتكون، في الاول في وسط الجملة في المكان ديالها. ترانسفورمي ان فراز دوني دو لا فورم افيرماتيف ا لا فورم نيجاتيف اون يوتيليزون، خصو يعرف يرجع لي واحد الجملة عادية لواحد الجملة نيجاتيف. نيجاتيف باستعمال نو با و نو بلي و نو جامي، فين حطينا حط نو، فين خصني نحط جامي، ولا فين خصني نعرف لو فيرب باش كنعرف فين نحط كل وحده فيهم. يعني هاد الامور خصكم تراجعوها مع التلاميذ. ترانسفورمي اون فراز دوني ا لا فوا اكتيف او لا فوا باسيف فيرب او بريزون دو لانديكاتيف، هاد الجمله ترجعها من فوا اكتيف لفوا باسيف او العكس. ترانسفورمي اون فراز دوني او ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت حتى هو. فيما يخص الكونجيغيزون خصو يعرف لو بريزون ديال لي فيرب، لو فيتور، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لامبيراتيف والكونديسيونيل بريزون. كنهضروا على لي فيرب كاملين، برومي جروب، دوزيام جروب، ترويزيام جروب، يعرف القواعد ديالو في البريزون، في الفيتور، باسي كومبوزي، لامبيراتيف ولامبارفي اي الكونديسيونيل. وبالنسبه للاورتوغراف، بالنسبه للاورتوغراف ثلاثه النقاط، utiliser les différents accents, les accents باش عارف كيف كيدير كل accent, appliquer les règles d'accord de verbe, accord de verbe avec le sujet, فين كيرسمت الفاعل مع الفاعل مع الفاعل، اولا الادجكتيف كاليفيكاتيف فين كيكون مثلا بلوريال بلوريال، فين كنزيدو دوك لي تيرمينيزون. فورمي لي بلوريال دي نو، كلمه كتسالي في السنغولي في المفرد بال، في البلوريال شنو كتولي؟ اللي كتسالينا ب اي ا اي ال شنو كتولينا في البلوريال؟ اللي كيساليو ب او و ب او بحال هكذا، كل حاجه البلوريال ديالها الجمع. اورتوغرافي كوريكتومون لي نو كومبوزي او بلوريال، وتكتب دوك الكلمات المركبه في الجمع، المركبه بحال تيغ بوشون فين كنزيد اس واش فيهم جوج ولا غير في واحد فيهم ولا. utiliser dans des phrases données، ونستعملو بطريقه صحيحه تو افيك تاع لا فان، توس توت توت افيك اس كال افيك ان سول ال افيك اس افيك دو زيل الى اخره. اخر حاجه لا برودكسيون دو ليكري، كومبليتي افيك دي زيليمون دوني ان تيكست دو 4-5 ليني او رابور. المهم كيعطيوك انك تكتب او لا تكمل او لا ترتب، هادشي اللي كيتعطى عليه 7 نقط. كنتمنى ان هاد القراءه السريعه تكون فاتكم شي حاجه، وهو يعني كل واحد مقبل على هاد الامتحان خصو يطلع على الاطر المرجعيه، كتساعدو في البريباراسيون، كتساعد تاولي الامور في التاطير والتوجيه والاسئله الجدد كما قلت. الا كنتي مهتم بهاد بهاد الدوكيمون هذا، نخلي كومونتير ونخلي لك لو ليان باش تيليشارجيتو، راه في ورقه واحده على شكل PDF، وللامانه خديته من موقع استاذ برو تربوي.